وخير وورد وطيب وعطور، وهذا الريفيو اللي طلبتوه مني على مجموعة عطوري المتوفرة حاليا في معرض العطور وأونلاين مع بوتيكات. صار مجموعتي فيهم 4 عطور، لأن 4 رقم المفضل مثل ما صرتوا تعرفون. كنت بسوي مجموعة عطور ما تشبه أي عطور ثانية، فهذا أول شيء راح تلاحظونه، ما يشبههم أي عطر ثاني بالسوق. العطرين اللي بالذهبي هذا اللي نزلتهم العام، كوين اوف اريبيا وكوين اوف كشمير، هذيل الفخمين حق المناسبات، وايد ثقال، ثباتهم حلو، مكوناتهم غالية، فعلشان كذي اعتبرهم من العطور الفخمة الغالية. العطرين اللي على اليمين اللي بالفضي اليزو فيرجينيا، هذيل اليدد هالسنة سويتهم حق كل يوم، اسعارهم وايد مناسبة، تعطيك فخامة العطور الغالية بس بسعر وايد حلو. كل عطر نزلت من العطر المركز مع عطر الشعر. عطورات الشعر لازم ما يكون فيها كحول، علشان كذي هذيل ما يضرون شعرك، ما فيهم كحول، نسبة الزيوت اللي فيهم وايد مناسبة، ما تنشف الشعر وبنفس الوقت ما تخلي الشعر دهني. حتى لو ترشين سبراي كذي على حوالين الشعر، مو نفس الخمريات الثقيلة اللي ممكن تخلي شعرك دهني، هذه راح تعطيك ريحة ينن وبنفس الوقت من غير لا يدهن شعرك. والواحد من هالعطور كوين اوف كشمير، هذا عطر يغشك ما تدري شنو مكوناته. بالواقع فيه زعفران، ورد، مسك وتباكو. الخلطه الرهيبه هذه تخلي كوين اوف كشمير عطر غريب ما في مثله بالسوق، ولا راح تحصلون شيء يشبهه. العطر الثاني كوين اوف اريبيا، انا شخصيا اعتبره من احلى العطور بالمجموعه، لانه مستوحى من كل المكونات العربيه اللي احبها. في شويه عود، في سبانش مندرين، في لمسة ورد، في شوية مسك، خلطة عربية من النوع الفاخر. هي حق فيرجينيا. فيرجينيا قررت أني أنزل عطر بعد النجاح الساحق اللي صار السنة اللي طافت لما نزلت عطر الشعر. شنو عطر شعري باع بأقل من 2 ساعة ويخلص؟ ما كنت متوقع هالشي نهائيا. أول شيء أنا قررت أني أسميه فيرجينيا لأن لما أرش العطر يذكرني بأيام أمريكا، يذكرني بهالولاية اللي فيها ذكريات وايد حلوة. قهوة مراكان حطيت فيها شوية هيل، تعرفون العطر اللي لما ترشينه تحسين أنه أصيل جميل، عطر حنون. الله يا جماعة، مو لأنه عطري بس، فيرجينيا لما أرشه على شعري لو بعد يومين أروح الصالون أغسل شعري، اللي قاعد غسله تقول لي شنو حاطة بشعرك، شنو هالخمرية، من كثر ما هو ثابت وخنين. عشان كذي السنة هذه قررنا ننزل فيرجينيا العطر المركز. العطر المركز مع عطر الشعر الاثنين موجودين في بوثي في أرض المعارض، وموجودين بعد حصريا في بوتيكي أونلاين. العطر الأخير إليز، هذا العطر البارد اليومي، باودر، مسك، فرش، زهور، العطر اللي يعطيك انتعاش مع أول رشة. إليز سويت حق الناس اللي يحبون النظافة، تبين بالصيف شي تحركين شعرك تحسين ريحة نظافة تهفت، ريحة باودر. هذا العطر حق الناس اللي تحب العطور الفرش الباردة. نزلنا منه عطر الشعر والعطر المركز. أنا للأمانة ولأن هالكوليكشن بينزل باسمي، حطيت فيه كل خبرتي مع براندات العطور، كل اللي تعلمته من شغلي بالسوشيال ميديا. سويت كوليكشن ما يشبه شيء، وبنفس الوقت شيء راقي وفخم، وإن شاء الله يا رب تحبونه. أيوة، أنا قاعد أسوي هالريفيو وأتكلم بحا، هذا قاعد يتهاوش مع هذي. ملو عبالة أخته، من عبالة أخو، ترى مو صدقي هذا مسك زين. ملو ملو، تخلص ضحك وحط عليك العطور، حط عليك العطور، والله لايق، خربت أم المزاج. يا ملو، يا الخبل يا الخبل يا المينون، اشتبي اشتبي اشتبي، داحرة هزولية يا ولد يا ولد، قعد يا ولد، قعد يا صبي، خل نوري الناس شلون يقدرون يشترون العطور. حسبي الله على ابليسك، خل اقول لك شلون يشترون العطور. طبعا عطوري متوفرة حصريا في بوتيكات او بوتيكي على اللينك في البايو بصفحتي بانستغرام، ويوصلون حق كل الخليج. تيون هني عندها اللينك، لازم تكونون منزلين تطبيق بوتيكات. فولو ذا لينك، تقولون جيت ذا اب. اوكي، حسبي الله فيك، والله خربت يا ميلون. ياخذ هذا الخبل، خلص دعايتي، خل تحكي عن عطوري شويه الحين. انا ما تحكي عن عطوري، بدي تحكي عن عطوري، هذا جابلني. طلع برا، طلع برا، اطلع برا. المهم الحين بوتيكات صار وايد اسهل، وايد التسوق فيه احلى. لما يفتح الحين الابلكيشن
تفتح صفحتي طبعا تيون على طول على اللينك هذا اللي فيه صورة بوتيكات حياكم، وراح تدشون على العطور دايركت. أول ما تدشون راح تلقون كل المنتجات اللي حبيتوهم، دهن العود، البخور، هني العطور كوين اوف أريبيا، العطر وعطر الشهر، كشمير العطر وعطر الشهر. راح تلقون بعد هني العطورات الجديدة، فيرجينيا إليز، فيرجينيا عطر الشهر سولد أوت، فيرجينيا وإليز عطورات الشهر سولد أوت، راح نحاول نردهم. المسك الوردي سولد أوت ما شاء الله، أول ما ينزل يخلص الصغير والعود، فهذا العطور إن شاء الله أول ما ترجع توفر راح أبلغكم. أنا قاعد أقوله ما شاء الله أنا ما تحكي عنهم لا إله إلا الله، وهذا إليز خالص وفيرجينيا خالص. دهن العود اضطرينا ننزل أكثر من شكل لأن الغراش خلصت علينا من كثر ما الناس حابينه، فرح تلقونه بشكلين بس ترى نفس دهن العود نفس الزيت بس القرشة تختلف. حياكم الله، دشوا بوتيكات هفن شوبينج، بوتيكات يوصل حق كل دول الخليج، وإن شاء الله قريبا قريبا يا رب إذا ضبطت الأمور العراق والأردن. خلاص يا ولد خلاص، هد أعصابك مرة ثانية، أحطك أنت وأحط عليك العطور، تعال نجرب. اللي يبي يشتري فيرجينيا من كرشة ملو، من كرشة ملو يشتريها. يا لابا يا أبو كرشة، يا أبو كرشة يا حلوة يا دبة. يا أبو شرانة من حلالة علة يا اختي، يا اختي يا اختي يا اختي، أيتها الشمينة أيتها الشمينة. وقع والله أعلم من عبالة هذا كلب نفسه. لا تحاش مع الفروة والله العظيم، أنت مينون أنت مينون أنت مينون. ترى ين 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 ترى ين العظم معصب عليها. حمود خلاص أخذ حمود.